حسين صحيح أنه ذبح في كربلاء، وأراد الطواغيت أن تنتهي قضيته في كربلاء، لكنها ما زالت حتى يومنا هذا، ما زالت تشكل نقطة فارقة في التاريخ الإنساني حتى يومنا هذا. الدماء التي سالت من الحسين أوقد فيها شعلة لن تنطفئ إلى قيام الساعة، شعلة الثورة على الظلم والظالمين، وما زالت هذه القضية حتى يومنا هذا. الحسين عندما خرج، خرج دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى، خرج دفاعا عن دين جده أمام هؤلاء الذين غيروا وبدلوا في هذا الدين، أمام هؤلاء الذين ظلموا. فكانت رسالته رسالة إنسانية، رسالة عالمية نحتاجها ونتذكرها في كل يوم. كل الأحرار في هذا العالم يتذكرون الحسين الإنسان، نعم لم يعد الحسين رمزا للمسلمين، لا سنة ولا شيعة، بل رمزا للمستضعفين في الأرض كله، للذين وقع عليهم الاضطهاد والظلم. مات الحسين ولكن مبادئه وقيمه ما زالت قائمة، ما زالت حية في نفوس الأحرار في هذا العالم حتى يومنا هذا.